أخبار غريبة وسريعة، دول غير عربية تتحدث العربية ومنها دول أوروبية، دول أوروبية بتتكلم العربية ودول مش عربية بتتكلم العربية ومش داخلة معانا في العربية ولا راكبين معانا العربية ولا هيروحوا معانا العربية، إيه الكلام الغريب ده؟ صلي على الحبيب. عندك دول ليست عربية ولكنها تتحدث اللغة العربية زي تشاد، الدولة الحبيبة، الناس، الشعب الطيب الراقي الجميل الرائع جدا، 40% من تشاد يتحدثون اللغة العربية. صدق دي، يعني دولة عربية هي وليست عربية، 40% من تشاد يتحدثون العربية. إيه تاني يا ابن عم؟ أريتريا. أريتريا، تصور إن أريتريا في 65% من أريتريا يتحدثون العربية، هم مش عرب ولكن بيتكلموا العربية. في تاني، ده في دولة أوروبية، مالطا. مالطا يتحدثون في 70% من المفردات بتاع اللغة المالطية بتتكلم العربية، لأن مالطا دخل الإسلام ليها في القرن التاسع، فإيه؟ فكل شيء كان بيتكلم العربية واحتفظت بجزء من العربية. شوف دول أوروبية، وخلي بالك مالطا دي شنغن تابع الاتحاد الأوروبي، دخلت سنة 2004 ولا ما 2004 دخلت الاتحاد الأوروبي، يعني دولة جميلة ساحرة رائعة جدا، وقعت تحت الحكم العثماني والحكم الإسلامي وتحدث العربية ودخل لها الإسلام في القرن التاسع. فشوف دول عربية، انت تقدر تضيف لأي معلومة؟ احنا عربية وما بتتحدثش العربية، والدول اللي مش عربية بتتحدث العربية، يعني احنا بنقابل بعض يقول لك بونجور صافا جود مورنينج، واحنا عرب، احنا عشان نبين ان احنا يعني احنا ناس كلاس، ودول مش عربية يقابلوا بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم وايه وشكرا.